بسرعه نبدا سخنين، ونروح جري على ابو ظبي، نروح على الامارات، نروح على فاروق صلاح معانا بالصوت والصوره. فاروق مساء الفل عليك. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن احمد شوبير، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. على المستوى الشخصي انا سعيد ان في اول تواجد لي اكون موجود طبعا مع حضرتك كابتن شوبير. كرك يا رب تكمل على خير، وزي ما حضرتك قلت يا رب ان شاء الله تبقى الانتصار غدا باذن الله في مباراه سيراميكا، ثم الصعود للمباراه النهائيه، وان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز بكاس السوبر باذن الله. طيب فاروق، اخر الاخبار عندك، الفرقه خلصت تمرينها ولا ايه؟ رجعوا للفندق، الشكل العام، الأجواء العامة في معسكر النادي الأهلي بتقول إيه؟ الاجواء العامه كابتن شوبير تقدر تقول ان في تركيز شديد جدا من لعيبه النادي الاهلي على تعويض الاخفاق الاخير في مباراه السوبر الافريقي، من اللحظه الاولى اللي لامسينها في وجوه اللاعبين من المطار للطياره للتدريبات. طبعا الفريق اختتم تدريباته النهارده، التدريب الاخير اللي كان يسبقه طبعا محاضره بالفيديو عقدها مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، يتكلم على اهم الامور الفنيه. وعايز اكد على نقطه مهمه جدا يا كابتن شوبير، الجزء الاكبر من الشغل الفني لمستر مارسيل كولر كان انهاء في القاهره، تبقى طبعا انت حضرتك عارف ان بعض التفاصيل البسيطه اللي بتحسم عليها هذه المواجهات. مستر مارسيل كولر اكد في كلامه على اللاعبين ضروره احراز هدف مبكر، ضروره يعني عدم الهدف اثنين، وعدم التركيز او الكلام على المباراه الثانيه، احنا بنركز على المرحله الاولى ننهي مباراه سيراميكا، ثم ان شاء الله يكون الحدث. ما فيش اي كلام خالص على يعني نروح لنقول كاس السوبر او البطوله، لا احنا عندنا مواجهه امام فريق سيراميكا. النهارده طبعا الفريق اختتم تدريباته الاخيره، التركيز اللي عند كل اللاعبين يعني كل لاعب بيحاول يقول لمستر مارسيل كولر انا جاهز لهذه المواجهه. مستر مارسيل كولر في حيره من اختيار ال 11 لاعب بدءا من يعني من كل المراكز في الملعب، كل اللعيبه ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه، ان شاء الله لعيبه تظهر بالشكل طبعا اللي يليق بقيمه فريق النادي الاهلي. حاله الدعم اللي موجوده من كل مكان هنا كابتن شوبير، من الجماهير، من الافراد، عايز اقول لك نقطة مهمة جدا احنا يعني لامسينها من المسؤولين او يعني الشعب الاماراتي، كلمة بتتقال لنا في كل مكان يا كابتن شوبير، يعني دام وصلتم دار زايد اللي تؤمرون عليه حاضر، حالة من الحب من مجلس ابو ظبي من المسؤولين الاماراتيين، يعني ده اللي دايما بيبقى عليه العهد او اللي احنا متعودين عليه طبعا ما بين الشعب المصري والشعب الاماراتي. طبعا يا كابتن شوبير الاهلي الحمد لله بلا يعني غيابات، بلا اصابات، باستثناء طبعا كريم فؤاد، علي معلول، ومحمد هاني، كافة اللاعبين تقدر تقول ان اي 11 لاعب هيكون غدا بدءا من مركز حراسه المرمى للمركز راس الحربه، اي 11 لاعب هيكون موجود باذن الله في ارض الملعب هيؤدي المهمه، وان شاء الله يحقق الاهلي الانتصار في هذه المواجهه. طمني على الجمهور، تذاكر هل نفذت ولا لسه؟ الجماهير بتؤازر النادي الاهلي في التدريبات بشكل عام في الناحيه الجماهيريه. الناحيه الجماهيريه تقدر تقول دور كبير جدا بتقوم بيه رابطه مشجعي النادي الاهلي في الامارات لتيسير كافه الامور، سواء يعني الافراد الجاليه الموجودين في هنا في الامارات من كافه الامارات، او في بعض الجماهير القادمه من الكويت، من عمان، من السعوديه، من قطر، من البحرين، في تواصل مهم جدا مع افراد رابطه مشجعي النادي الاهلي لتيسير هذه الامور. لكن تقدر تقول يعني ممكن يا كابتن شوبير 40% او 50% من مثلا الساعه الرسميه للملعب بمحمد بن زايد هي اللي تم يعني نفذت بالكامل. في تركيز كبير جدا من الجمهور، يعني الجمهور راح ان هو يكون في تركيز على المباراه النهائيه اكتر، ولكن يعني الجزء الاكبر من جمهور النادي الاهلي مركز ان احنا لازم نكون مع الفريق في مباراه سيراميكا. مستر كولر في يعني في المؤتمر الصحفي قال نقطه مهمه جدا، قال انا دايما بستمد الدعم والقوه من الجمهور، والامر بينعكس على اللاعبين، نقطه الجمهور مهمه. في جانب من الجماهير الاماراتيه طبعا هتكون متواجده لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، الجماهير اللي احنا بنشوفها في كل مكان كان قالوا كلمة مهمة جدا، عايزين اللعيبة تصالحنا، عايزين المصالحة من لعيب النادي الأهلي. عايز برضو يا كابتن شوبير قبل ما أقفل مع حضرتك نقطة الجمهور، حالة الجمهور اللي احنا بنلمسها في كل مكان، إن الجمهور عنده ثقة، إن احنا يعني مش هتاخد كل البطولات، لكن عايزين قتال، عايزين شراسة من اللاعبين في أرض الملعب، إن شاء الله تكمل على خير بإذن الله، اللعيبة تكون زي ما قلنا على قدر المسؤولية، الجمهور يكون يظهر بالشكل اللائق ان شاء الله، ومباراه تكون خطوه مهمه جدا قبل الوصول للمباراه النهائيه. العلاقه بين اللعيبه وبين كابتن محمد رمضان المدير الرياضي والقائم او مدير الكره، المدير الرياضي ومدير الكره في النادي الاهلي، احكي لي القصه شكلها عامله ازاي؟
كابتن شوبير نقطة في غاية الأهمية، يعني حالة من الهدوء والثقة يعني الحب اللي ما بين والتقدير للكابتن محمد رمضان. يعني حضرتك أكتر حد يقدر يتكلم طبعا على الكابتن محمد رمضان، هدوء، ما بتسمعش صوت الكابتن محمد رمضان خالص، كلامه قليل مع اللاعبين. يعني الكابتن رمضان تقدر تقول هي الجلسة ما بتاخدش وقت كتير، بيوجه رسالة للاعبين. طبعا في أكتر من جلسة جمعت ما بين الكابتن محمد رمضان مع الكابتن محمود الخطيب، وفي جلسات بتتم بصوره مستمره يا كابتن شوبير مع الاستاذ محمد الضماطي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي. وطبعا يا كابتن شوبير حضرتك عارف ان جوه النادي الاهلي في مشهد او في مشاهد بتشوفها بس داخل النادي الاهلي. نعم. على الرغم من وجود الكابتن محمود الخطيب، وجود المهندس خالد مرتجي، الدكتور محمد شوقي، استاذ طارق قنديل، لكن اللي بيتصدر المشهد المهندس محمد الضماطي اللي بيجتمع طبعا مع الكابتن محمد رمضان، الوقوف على كل التفاصيل الخاصه بالفريق، اللعيبه كابتن شوبير مع الكابتن رمضان زي ما قلت لحضرتك حاله من الاحترام، حاله من التقدير. اللعيبه عايزه تقول للكابتن رمضان احنا هنكون على قد الثقه. كابتن رمضان ايضا يعني كلامه مع اللاعبين في الوقت اللي انا بكلم حضرتك خلاص في مواعيد، اللعيبه كل لعيب في غرفته خلاص، حاله من الهدوء، حاله من النظام، تقدر تقول شكل جديد او دوافع جديده بالنسبه للعيب النادي الاهلي، حاله من الثقه والتقدير للكابتن محمد رمضان. عايز اقول لحضرتك برضو على نقطه مهمه كابتن شوبير، ان غدا باذن الله مستر مارسيل كولر قرر ان يكون في تدريب صباحي بالنسبه لمجموعه اللاعبين اللي هتكون خارج مباراه الاهلي وسيراميكا. يعني تدريب في الفندق ولا تدريب في الملعب يا فندم؟ المباراه مستر مارسيل كول، اتفضل يا كابتن. تدريب في الفندق ولا الملعب؟ لا، التدريب هيكون ان شاء الله في الملعب اللي الفريق بيؤدي عليه تدريباته في ملعب زايد، ده التدريب اللي الفريق هيفضل يؤدي تدريباته عليه ان شاء الله حتى الوصول للمباراه النهائيه. هيكون في تدريب للمجموعه اللي هتكون خارج مباراه الاهلي وسيراميكا، دي هتكون ان شاء الله صباحا في تمام الساعه 10:30. اليوم بتاع الفريق بكره كابتن شوبير طبعا هيكون في ان شاء الله في محاضره لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، هتكون في تمام الساعه 6:30، هيسبقها طبعا تناول وجبه الغداء، ثم طبعا المحاضرة الأخيرة اللي من خلالها مستر مارسيل كولر. ودي نقطة مهمة جدا ان مستر مارسيل كولر ازاي الماتش الساعة 8:00 6:30 ازاي؟ اتفضل يا كابتن. انت قلت 6:30 ولا 6:30؟ لا 6:30 يا كابتن. 6:30؟ 6:30 التوقيت الإمارات. خلينا بتوقيتنا بس يا فاروق عشان نعرف نقرب القصة للسادة المشاهدين، يعني احنا بنتعامل هنا بتوقيت القاهرة، نفسي اتلخبطت يعني. طيب هتبقى المحاضرة ثم التوجه إلى الملعب إن شاء الله. هو دايما يا كابتن شوبير مستر مارسيل كولر بيبقى عامل التحرك قبل موعد المباراه بساعتين، فطبعا المباراه في تمام الساعه 9:00 بتوقيت الامارات اللي هي 8:00 بتوقيت القاهره. المحاضره هتكون لمستر مارسيل كولر في تمام الساعه 8:00 والساعه 6:30. بعد المحاضره بيتوجه طبعا الفريق الى ملعب محمد بن زايد اللي هيستضيف احداث اللقاء. ان شاء الله تكمل على خير يا رب، والبدايه تكون مع هذه المواجهه امام فريق سيراميكا.